wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, ay, wanna keep you drunk, wanna keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, to keep you deep, wanna keep you deep, to keep you deep, just bodies, baby making bodies we just use for fun. السلام عليكم غزلات ديالي حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لقاكم بصحه جيده واحوال مزيانه. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناه منوعات ام ميسه. نتمنى الا كنتي اول مره كتشاهدي الفيديو نتمنى انك تعملي لايك وتشتركي في القناه. من طبيعه الحال الا كان المحتوى ديالي عجبك، المهم البنات نتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء الى طبيعه الحال لنا الاعجاب ديالكم. بلا ما نكثر عليكم، هنا جيت لكم فيديو جديد، لفيديو حماسي كما العاده. كنجيكم ديما بالجديد وكنشارك معكم يوميات ديالي، كنشارك معكم يعني اي حاجه كنعملها، ما كنبخل عليكم حتى حاجه. انا البنات جيت لكم بواحد الفيديو، بديت هنا نهاري تقريبا، هنا شنقول لكم تقريبا هنا 11 النهار بديت هكا كنغسل المعينات ديالي كما كتشوفوا معايا. الروينه ما كتسالاش، يعني كاي امراه مغربيه كل اللي كنديروا اليوم كنعاودوا غدا، هذا هو الروتين ديالنا حنا. المهم انا من بعد ما جمعت كوزينتي ونقيت كل شيء، نصبت الغداء ديالي بطبيعه الحال، الزيت ديالي انا ما كيخطانيش، الخبز ديال الدار يعني قليل فاش كناخذو على برا قليل، دائما كنعجن، كنوض الصباح نعجن خبيزاتي ونصب الغداء ديالي. كنصبق اول حاجه كنصبقها، كنصبق العجينه ونصبق الغداء، وديك الساعه نبدا في الروينه الصابون وهذا والمعان وداكشي. المهم هنا كان عندي ربيغ نقيته وغسلته مزيان، طبيعه الحال قرطته هكا شويه، يعني هنا يعني قرطته هكا بالماكينه، ما كنديروش انا بصبعي هكا، قطعتو طريفات بالماكينه. الصراحه هاد الماكينه زوينه بزاف بزاف، يعني كترجعو اش نقول لكم، يعني حسن من قطعتي هكا بيديك. المهم البنات هذا هو الروتين ديالي هاد الصباح، هذا كما قلت لكم صافي. من بعد ما درت هكا ربعي ديالي كما كتشوفوا كي كيترجع هاد الماكينه، هادي الصراحه زوينه بزاف. تشلاضه كنديرها فيها، كندير في الفلفله هكا مع البصيله ولا الكروم هكا، كتعجبني كشلاضه مخلطه مع الكروم والبصيله والخيار، يعني على الاقل يعني كما قلت لكم على الاقل كتنقص عليك شويه. المهم البنات هاد النهار درت واحد العراضه لعائله راجلي، يعني جاوا من الرباط هكا وعرضت عليهم، وهنا بديت معكم النهار ديالي. واخا مشاركش معكم الغديوه وداكشي، يعني ما بغيتش يجي فيديو طويل. وهنا البنات من بعد ما ساليت دربينا ومن بعد ما تغدينا وعاد بديت كنوجد العراضه ديالي لان عرضت عليهم العشاء. المهم نتوما تشوفوا معايا لا فيديو كوم المورا الغدا وهذا. بديت اول حاجه بديت بها، بديت واحد الكيك، يعني كيجي على شكل كيك ديال الطبقات وكيجي على شكل ديسير كما كتشوفوا معايا. ضفت بيضه واحده وضفت 6 ملاعق كبار ديال السكر سنيده، يعني بمقادير بسيطه رائعه، ويعني مذاق ولا اروع، وكديرها كبلاصه ديسير وهذا. هنا البنات ضفت 6 ملاعق من الزيت، يعني 6 ملاعق كبار، وغنضيف كذلك 6 معالق كبار من الحليب، يعني الا تبعتوا معي مقادير ضفت بيضه واحده، 6 ملاعق من السكر، و6 ملاعق من الزيت، 6 ملاعق من الحليب. خلطت كل شيء وضفت هنا واحد الفاني، صراحه كتجي زوينه كما كتشوفوا معايا. من بعد ما خلطت كل شيء صافي، هنا البنات بديت كنضيف الدقيق كما قلت لكم، يعني بمقادير جد بسيطه وكتجي رائعه في المذاق ولا اروع. نتمنى انكم تجربوها، ولا ما يعني مقادير ما وضحوش لكم في هذا الفيديو راني ديجا شاركتها معكم، نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف عفوا. هنا البنات ضفت 8 ملاعق كبار من الدقيق الابيض اللي هو الفرص، وضفت معه جوج ساشي من الخميره الحلوه. صافي بديت كنخلط كل شيء مزيان كما كتشوفوا معايا. هنا خاصه ليا مازال دقيق لان ضفت غير 7 المعالق وضفت واحد المعلقه مازال. المهم كنبدا نخلط على هذا الشكل هذا كما قلت لكم، يعني مقادير جد جد بسيطه كما كتشوفوا معايا. صافي هنا خديت القلب ديال
الكيك هذا بطبيعه الحال الخلب اللي كيقول لي كيتحل من الاحسن. هنا خديت هذا الخلب هذا درت ليه الزبده والدقيق بطبيعه الحال، هذه حاجه طبيعيه باش ما تلصقش لينا، وضفت الخليط ديالنا في الماء. صافي حبوباتي، هنا جيت نوجد الطاجين ديالي بما تطيب ليا الكيك اللي حطيت في الفرن. هنا كما كتشوفوا معايا يعني خديت اللحم، هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير بها الطاجين. صراحه كتجي رائعه والمذاق ولا اروع. كناخذ اللحم هكا وكنقطع عليها البصله وكنشرم لها، كندير لها التوابل كامله، كنضيف لها زيت الزيتون ثم مرزيه اللحم والتوابل كامله، كنشرم لها مزيان وكنخلطها مزيان، كنخليها حتى اللحم كتطلق فيها ديك الخليط ديال العطريه. صافي هنا بديت كنستف اللحم ديالي في الطاجين كما كتشوفوا معايا، وغندير عليها هاد البصله اللي شابعه العطريه يعني داخله فيها مزيان. صافي هنا كما كتشوفوا معايا، وهذا هو يعني الطريقه اللي كنوجد بها الطاجين ديالي. الصراحه كيجي رائع المذاق ولا اروع. نتمنى انكم تتبعوا هذه الطريقه هذه، ويعني هذه ديما هذه اللي كنديرها، وهذا هو الطاجين السوسي كيف كنقولوا، ونتمنى يعجبكم. في خديت واحد البصيله قطعتها دواور وماطيشه كما كتشوفوا الطاجين ديالنا، غنرطو على النار مهيله ويطيب على خاطر خاطرو، كيجي راتو على النار مهيله. وضفت ليه شلبانه من الفوق وغنخليه يطيب على خاطر خاطرو، وغنمشيو نكملو الكيك ديالنا. من بعد ما خرجت الكيك ديالنا من الفرن كما كتشوفوا معايا وجدت كريم باتيسري، يعني شكون اللي ما كتعرفش انها توجد لا كريم باتيسري. ضفت كاس كبير من الحليب، 3 معالق من كريم باتيسري، وضفت كذلك واحد فلون ديال الفاني، وضفت واحد صافي، وضفت ليه السكر يعني على حسب الذوق، ودرتو على نار مهيله. صافي حبيباتي، من بعد ما ضفت الطبقه الثانيه درتها في الثلاجه تقريبا ربع ساعه، خرجتها ضفت فوق منها البنان، ممكن نتوما تضيفوا اي فاكهه بغيتوا. هنا الطبقه الثالثه خديت جوج كيسان ديال عصير الليمون، خديت واحد الفلون هذاك ديال الدرهم اللي كنقول لي حنا ديال الجابون، ودرت ليه السكر درتو على نار مهيله وضفتو الفوق، وغنديرها الثلاجه وغنمشيو نوجدو. وهنا حبيباتي جينا نوجدو السلطه الراقيه ورائعه بمكونات جد بسيطه كما كتشوفوا معايا. هنا خديت الرز كلاصي سلقته، وضفت ليه واحد جوج فلفلات مشويين، ضفت ليه جلبانه مسلوقه، خيزو او جزر مسلوق كذلك، خلطت كل شيء مع بعض، ضفت ليهم زيت الزيتون، وضفت لهم شويه الكمون، شويه ديال البصل، وضفت ليه شويه ديال المايونيز، وخلطت كل شيء مع بعض ودرتهم في واحد القلب وحطيته في وسط الطبسيل. وكما كتشوفوا معايا هنا دورت ليه الخص، يعني انا غير كنعطيكم الطريقه وانتم ممكن ديروا اي الطريقه اللي بغيتوا. انا صراحه كيعجبني نتفنن في لي سالاد. صافي كما كتشوفوا معايا هنا خديت بطاطا كذلك حتى هي سلقتها، ودرت ليها شويه الربيع، شويه الكمون، وشويه ديال زيت الزيتون فقط، هادشي اللي درت ليها ودرتها في الطبق. هنا كذلك خديت خيزو هكا سلقته حتى هو، ودرت ليه شويه الربيع، شويه ديال الكمون، شويه ديال البصل، وشويه ديال زيت الزيتون، وضفت ليه واحد شويه ديال المايونيز، حتى هو كذلك ضفت ديال البطاطا. صافي البنات انا حبست لكم التصوير، من بعد وجدت سلطه ديال مطيشه هكا مع شويه ديال البصيله، وجدت البربه كذلك كما قلت لكم، سلطه رائعه والتزيين رائع وبمكونات جد بسيطه. هنا البنات خديت الخيار هكا قطعته على شكل دوائر وزوقت به. المهم البنات نتمنى هاد السلطه اللي وجدت معكم تنال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم يعني بيت. هنا خديت البنات الباربا حكيتها وزوقت بها داك الفوق، واكيد يعني كيعجبني نتفنن هكا في لي سالاد، وغنخلي لكم فيديوهات ديال طريقه تزيين لي سالاد اللي ديجا شاركتها معكم في صندوق الوصف. صافي حبوباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. هنا خديت الفجل درت ليه هذه الطريقه هذه ديال الديكور وحطيته، وبطبيعه الحال خديت قشور ديال مطيشه درت عليها شكل ورده كما قلت لكم، يعني تزيين بسيط ومكونات جد بسيطه متوجده في اي بيت، ولكن صراحه كتعطي منظر رائع. واكيد راه غنخلي لكم في صندوق الوصف الروابط ديال لي فيديو ديال طريقه تزيين السلطات، يعني فيديوهات رائعين وغتستافدوا منهم. نتمنى انكم تدخلوا تشوفوهم، ونتمنى هذا الفيديو كذلك ان الاعجاب ديالكم.
هنا حبوبات ديالي وصلت النهاية ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وهاد الاطباق اللي شاركت معكم يعني ينالوا الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، كنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف. وكما كتشوفوا معايا السلطه كما قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديالها، وكذلك الكيك اللي كيجي على شكل ديسري كتجي رائعه والمذاق وراء اروع. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف كذلك كما كتشوفوا معايا. يعني اش غنقول لكم، كتكون واحد المذاق رائع رائع رائع. نتمنى انكم تجربوه. وهذا هو الطويجن ديالنا، من بعد ما طاب درت ليه قليت هكا الفريت ودرتها ليه الفوق ودرت ليه البرقوق. المهم البنات نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. هذا هو الطاجين السوسي كما كنقولوا، الطاجين ديال الناس ديال تفراوت. المهم البنات شكرا لكم بزاف على المتابعه، كنحماق عليكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم راحه الله، دمتم في رعايه الله.